مش ظلم هنا الامريكيه قبل 10 ايام في غزه وقد اظهرت صورنا وزع الصحفيين على كذلك فان لغه البيان. Steve is a professional journalist. He just came here to work in Gaza, just to send the story of Gaza, the story of the Palestinians outside, in his own channel. I hope I also call upon for the kidnapper. Please release him back. Please let him go. أنا كمواطن فلسطيني بطالب الجهة الخاطفة الصحفية إنها تفرج عنها، لأن الصحفيين هذولا هم بيساعدوا أبناء الشعب الفلسطيني وهم واقفين معنا وبغطوا الأحداث اللي بتصير من الاحتلال الإسرائيلي.